بمناسبة التحكيم يا كابتن، هو ايه وضع الكابتن عصام عبد الفتاح؟ كابتن، السؤال ده يا كابتن بلال، كابتن علاء، كل الشارع الرياضي بيسأل فيه. بيسأل مين اللي هيبقى مسؤول في الفترة دي او مسؤول الفترة اللي جاية؟ سؤال مهم جدا، محدش حتى الوقت يلاقي إجابة، ودي مشكلة يا كابتن. لما بنتكلم النهاردة أنا هتكلم سريعا عشان الوقت. ثلاث مرات، في المرة الأولى الاتحاد الكرة بيتعاقد مع الخبير الأجنبي كمدير للتطوير، معنى كده هيبقى فيه رئيس لجنة حكام. بعد كده كابتن عصام اعترض، وطبعا الكل عارف هو قال ايه على الخبير، وقلل من قدرته وقال ان هو لا يصلح وان هو افضل منه وان هو مش محاضر في الاتحاد الدولي وانا افضل منه، وان الراجل دوت في السعوديه يعني فشل في النهوض بالتحكيم في الدوري السعودي. أي. وبالتالي لما سالوه طب هتشتغل معاه لما يجي، قال لا مش هشتغل معاه، ما ينفعش ان انا اشتغل مع هذا الراجل. بعد كده حصل الاتحاد طلع على موقعه رسمي ان الخبير الاجنبي سيتولى رئاسه لجنه الحكام ومسؤول مسؤوليه كامله عن التحكيم. خلي بالك، وتاني يوم قالوا ايه؟ ده موقع الاتحاد. ثلاث مرات الاتحاد بيطلع بقرارات وخلاص، الكل خلاص اعتقد ان الراجل مسؤول. يا كابتن ايمن، هنحاسب مين؟ هو اللي مسؤول. بعدها بيوم حصل اللي حصل، وانه قال لك ان عصام عبد الفتاح هيقعد لوضع خطه التطوير. سؤال بس سريع عن كابتن عصام، لما جه من 11 شهر كان في خطه تطوير هو مقدمها، اتحاد الكره اعتمدها، النهارده هيعمل خطه ثانيه للتطوير مع الخبير الاجنبي. السؤال يا كابتن عصام، انا بقول لك اهو، ايه سر تمسكك بكرسي لجنه الحكام؟ رغم ان الراجل ده جاي يشتغل. انا بقول من فضلك الكرسي دوت ليه هيبه صحيح. هيبه كبيره. في عظماء تولوه كابتن علاء وسابوه ومشيوا. انا النهارده المفروض اتيح الفرصه للراجل يشتغل، لان انا في الاخر خالص هحاسب مين يا كابتن ايمن؟ صحيح. هل هحاسب كابتن عصام ولا هحاسب الخبير الاجنبي؟ يا ريت الاتحاد يطلع يقول لنا وظيفه عصام ايه لو كان هيقعد، وظيفه الراجل ده، عشان نقدر النهارده نقيم الاثنين او نحاسب حد. وتحاسب مين لما يحصل اخفاق في التحكيم؟ صحيح. ودي مهمه جدا جدا، يا ريت الاجابه تبقى للكل. تاني بنقول مبروك النادي الاهلي على الدفع بالقطاع الناشئين يا كابتن، نتمنى التوفيق للجميع، نتمنى التوفيق ايضا للتحكيم في ظل قياده الخبير الاجنبي. شكرا جزيلا خبيرنا التحكيم المتميز دايما كابتن نصر عباس، امتعتنا كابتن.